وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد يوم الأحد الماضي، أجرت كوريا الديمقراطية مؤخرا اختبارا أرضيا لمحرك صاروخ جديد بقوة دفع عالية. وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق يوم أمس الاثنين إن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يولي اهتماما بالغا لاختبارات الإطلاق لكوريا الديمقراطية، ويحث البلاد على الامتثال الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي لتجنب الأعمال الاستفزازية الأخرى والامتثال الكامل لالتزاماتها الدولية. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون يينغ في المؤتمر الصحفي أمس الاثنين إنها تأمل في أن تمتثل كوريا الديمقراطية لقرار مجلس الأمن الدولي وتضع شبه الجزيرة الكورية لممارسة ضبط النفس لتجنب الإثارة المتبادلة لمنع تصعيد التوترات في شبه الجزيرة.